أهلا بكم في النشرة الرياضية. تمكن فريق الحالة من الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد البحرين الوطنية. الحالة افتتح التسجيل في الدقيقة 8 عن طريق اللاعب محمد فؤاد، وعادل اللاعب عماد زعتر النتيجة للأهلي في الدقيقة 47. فيما سجل المحترف البرتغالي توريس هدف الفوز للحالة في الدقيقة 54، ليرفع الحال رصيده إلى 13 نقطة وضعته في المركز الثامن، فيما ظل الأهلي على رصيده السابق ب 11 نقطة متراجعا للمركز التاسع. في المقابل تغلب فريق ستر على بساتين بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة خليفة الرياضية، ليرفع بذلك ستر رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد لبستين عند 16 نقطة في المركز الرابع. الاتحاد البحريني لألعاب القوى تصدر جدول الميداليات للإنجازات الرياضية المحلية في العام الماضي، وذلك بعد الجهد الكبير والمستوى الرفيع الذي قدمه اللاعبون في عام 2015. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. رياضة أم الألعاب تصدر جدول الميداليات للإنجازات الرياضية المحلية في عام 2015 لتكون في طليعة الألعاب الرياضية التي عززت مكانة البحرين في المجال الرياضي، وذلك بدعم من سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى. فقد حقق الاتحاد 79 ميدالية متنوعة، بينها 34 ميدالية ذهبية و24 ميدالية فضية و21 ميدالية برونزية، إذ تمكن الاتحاد من الوصول إلى إنجازات غير مسبوقة، أبرزها الميدالية الذهبية للعداء سلوى عبد الناصر بسباق 400 متر، وفضية العداء دليل عبد القادر بسباق 1500 متر في بطولة العالم للناشئين التي استضافتها كولومبيا، بالإضافة إلى خطف منتخب البحرين للرجال برونزية بطولة العالم لاختراق الضحية. وعلى المستوى العربي تمكن منتخبنا من الحصول على المركز الأول في البطولة العربية 19 لألعاب القوى التي نظمتها مملكة البحرين، عندما خطف عداؤنا 12 ذهبية و9 فضيات و10 برونزيات. ولا بد أن نذكر تأهل 23 لاعبا إلى بطولة العالم لألعاب القوى التي ستقام في الصين، والذي يعتبر إنجازا جديدا يضاف إلى مملكة البحرين. كل هذه الإنجازات والميداليات الملونة التي حققها لاعبين ولاعبات البحرين تعتبر تحدي جديد لمواصلة العطاء وتحقيق المزيد من الإنجازات، وهو مواصلة مسيرة المكتسبات.